صباح الخير وأهلا بكم إلى الأخبار من الميادين وفي عناوينها. جيش الاحتلال يقر بمقتل رائد في معارك الشمال ويتحدث عن عدد قياسي من عمليات المقاومة في يوم واحد، ومسيرتان من لبنان تخترقان الدفاعات الجوية الإسرائيلية وتدخلان أكثر من مليون مستوطن إلى الملاجئ. غارات إسرائيلية عنيفة على مبان سكنية وأحياء مدنية في الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت حارة تحريك وبرج البراجنة والليلكي والشياح. الحديد بالحديد والدم بالدم والنار بالنار. حزب الله يعلن مسؤوليته الكاملة عن استهداف منزل نتنياهو في قيسارية، ويؤكد أن واشنطن شريكة في العدوان الإسرائيلي على لبنان، وأن خطوط دعم المقاومة عادت إلى ما كانت عليه. جثث الشهداء والجرحى في الطرقات، وسيارات الإسعاف تمنع بالنار من الوصول إليهم. حماس تحمل الولايات المتحدة المسؤولية عما يجري في شمال قطاع غزة، وتؤكد أن اليوم التالي للحرب لا يكون إلا فلسطينيا خالصا. قوات الاحتلال تواصل ارتكاب المجازر في القطاع. وقد نجح الصاروخ في الوصول إلى هدفه متجاوزا المنظومات الاعتراضية الأمريكية والإسرائيلية، وتأتي هذه العملية. القوات المسلحة اليمنية تؤكد النجاح في قصف قاعدة إسرائيلية شرقية تل أبيب بصاروخ فلسطين 2 الفرد صوتي بعد تجاوزه المنظومات الاعتراضية. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف إيلات بالمسيرات، وهدف حيوي في غور الأردن المحتل المرة الثانية، وآخر في الجولان المحتل. استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي في دير الزور شرق سوريا برشقة صاروخية، ومصادر الميادين تؤكد أن 4 صواريخ أصابت قاعدة الرادارات المستهدفة. أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل نائب قائد الكتيبة 9308 خلال معارك جنوب لبنان نتيجة إصابة مباشرة بصاروخ في مستوطنة نيوت مردخاي. جيش الاحتلال أعلن أيضا إصابة 3 جنود احتياط بجروح خطيرة في معارك جنوب لبنان، وأقر بإصابة 16 جنديا في معارك جنوب لبنان. من جهتها قالت مستشفى زيف في صفد إنه جرى استقبال 14 مصابا من جراء القتال في الجبهة الشمالية مع لبنان. وسائل إعلام الاحتلال قالت إن حزب الله أصدر أمس عددا قياسيا من بيانات المسؤولية عن العمليات ضد الجيش والمستوطنات بلغت 39 عملية. إذن وسائل الإعلام الإسرائيلية تقول يوم أمس كان يوم قياسي من حيث عدد العمليات المتبنات من قبل المقاومة في لبنان. الآن إلى مراسلينا، معنا الزميل عبد الله ظاهر من محيط الضاحية الجنوبية، كذلك ينضم إلينا الزميل خالد الخليل من صيدا في جنوب لبنان. ولو بدأنا منك عبد الله ظاهر عن آخر المستجدات والمعطيات لديك، أو أبرز الساعة أبرز ما حملته الساعات الماضية. صباح الخير محمد، صباح الخير مشاهدينا. معا بلاجي ساعات الفجر الأولى، يعني لا يزال الهدوء الحذر مسيطرا على مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت بعد ليل شهد نحو 4 غارات استهدفت 4 مناطق هي الليلكي والمريجي وغارتين في حارة تحريك، واحدة قرب مسجد القائم واستهدفت أحد الأبنية، وواحدة قرب جامع الحسنين واستهدفت أيضا بناء سكنيا هناك. محمد، يعني ينتظر خلال هذا اليوم أن يعني تتضح الصورة لحجم الأضرار التي حصلت خلال الغارات التي شهدها ليل أمس الثلاثاء. أكبر الغارات كانت شهدتها منطقة برج البراجنة خلفي تماما، إن كنا نستطيع أن نرى يعني النيران التي لا تزال مشتعلة،
والدخان الذي ينبعث من المكان نتيجة احتراق يعني المخلفات الغارة، نتيجة احتراق يعني الأبنية التي هبطت هناك والتي هدمت. وأيضا في الجهة المقابلة، ولا تستطيع الكاميرا أن ترصد ما سأقوله، أن أيضا في منطقة مسجد القائم قرب مسجد القائم لا تزال أيضا النار مشتعلة وأراها بأم العين، وأيضا ينبعث هناك دخان كثيف من المكان. مع أن البلاج ساعات الصباح الأولى وتبيان يعني الصورة أكثر، سوف يتضح حجم الدمار وحجم الأضرار التي شهدتها المنطقة خلال هذا الليل. قبل قليل هبطت إحدى الطائرات في مطار بيروت الدولي، مطار رفيق الحريري الدولي، دون أي عوائق. وكان الليل أمس أيضا شهد هبوط وإقلاع بعض الطائرات، وهذا يؤشر إلى حركة طبيعية وعادية لعمل مطار بيروت الدولي. أود الإشارة محمد إلى أن الغارة التي حصلت يعني على منطقة الجاح رست يعني حصيلة الشهداء عند 18 شهيدا ونحو 60 جريحا. هي غارة كان متوقع أن يكون لها هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى نتيجة طبيعة المنطقة التي استهدفت بغارة، وهي تقع على المدخل الرئيسي لمستشفى بيروت الحكومي، كون هناك الأبنية متلاصقة وهي أبنية صغيرة لا يتعدى ارتفاعها الطابقين أو الثلاثة، وبالتالي فإن الغارة نجحت يعني بتدمير كتل إسمنتية ومنازل وأبنية متعددة وليس بناء واحد، وبالتالي كان العدد الكبير للشهداء والجرحى يعني متوقعا في ظل قوة الغارة التي حصلت. وأيضا كما أعيد وأذكر أن النار النيران لا تزال مشتعلة في منطقة برج البراجنة نتيجة استهداف عدد من الأبنية وليس بناء واحد. التقارير تتحدث عن بنائين أو ثلاثة جنبا إلى جنب تم استهدافهم في آخر غارة شهدتها الضاحية الجنوبية، وكانت الساعة تشير إلى نحو يعني الساعة 12 ليلا، وهي تاريخ انتهاء الغارات التي شهدتها الضاحية الجنوبية بعد التحذيرات التي أطلقها المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفخاي أدرعي، والتي هددت حارة حريك بغارتين والليلكي بغارة وبرج البراجنة بغارة، وهو للأسف ما حصل. نعم محمد. واضح، شكرا جزيلا لك الزميل عبد الله ظاهر، ونحن سنتابع التفاصيل معك أولا بأول من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت. لكن كيف تبدو الصورة لديك خالد الخليل؟ صباح الخير لك محمد. كما ذكرت باعتراف العدو كان يوم أمس للمقاومة الإسلامية عدد قياسي في عملياتها. هذا العدو لم يذكر بأن هذه العمليات كانت أيضا نوعية، ليس فقط في عددها ولكن في الأهداف التي تم استهدافها من قبل المقاومة الإسلامية، لا سيما أن هناك عدد من الأهداف يتم استهدافه للمرة الأولى، 39 عملية عسكرية نفذتها المقاومة الإسلامية، تنوعت بين استهداف تجمعات، صد محاولة تسلل، تدمير مركبات، واستهداف نقاط يتم استهدافها للمرة الأولى. نبدأ بما أعلنت عنه المقاومة الإسلامية خلال الساعات الماضية، والتي قالت بأنها استهدفت مسكف عام، كريات شمونة، ومستعمرة المنارة. هذه المناطق أو النقاط العسكرية الثلاث كانت قد استهدفتها خلال ساعات النهار وخلال الأيام الثلاثة الماضية. فيما يتعلق بالأهداف النوعية، إذا صح التعبير، كان هناك استهداف لقبة نيريت و
وقاعدة جيليلود التي تستهدف ليست للمرة الأولى، لكن الاستهداف الأول كان للشركة تاع للصناعات العسكرية، بالإضافة كان هناك استهداف لستيلا مارس، وكان هناك مسيرات انقضاضية تحديدا باتجاه قاعدة إلياكيم. هذه القاعدة العسكرية تم استهدافها للمرة الأولى. هنا يجب يعني أن نفرق بين قاعدة إلياكيم وبين معسكر إلياكيم. معسكر إلياكيم كان يتم استهدافه مرات عديدة خلال الأيام السابقة، ولكن اللافت بالأمس هو استهداف القاعدة العسكرية للمرة الأولى. هذه القاعدة العسكرية يتم استخدامها لتدريب القوات الشمالية تحديدا. هذه القوات تستخدم هذه القاعدة لما تحتوي هذه القاعدة من تضاريس يتم إنشاؤها تشبه إلى حد ما التضاريس في جنوب لبنان. تحتوي هذه القاعدة على أنفاق، تركيبة هذه القاعدة يوجد فيها منازل تم إنشاؤها بإنشاء منازل مشابهة تماما للمنازل في الجنوب اللبناني لتدريب القوات الإسرائيلية على خوض هذه المعارك. وعليه باستهداف هذه القاعدة يمكن النظر بأن له دلالات هذا الاستهداف من خلال بأن محاولات التقدم الإسرائيلية باتجاه الجنوب التي لم تفلح حتى الآن بتحقيق أي إنجاز، بسالة المقاومة ومقاوميها في التصدي لأي محاولات. وعليه هنا فشل رغم محاولة التدريب التي تعمد لها قوات الاحتلال إلى تدريب قواته لأنها عاجزة تماما. هذه القاعدة تم إنشاؤها عقب 2006، تم تجديد هذه القاعدة بناء على عدد من رسوم بيانات ورصد واستخبارات في المناطق الجنوبية من خلال الطائرات المسيرة. تم تحديثها عند بداية طوفان الأقصى، يتم استخدام الجنود وعدد من الجنود من الجيوش الأجنبية للتدريب في هذه القاعدة. إذن هذا الاستهداف له دلالاته، له حيثياته من حيث الزمان ومن حيث الهدف. فيما يتعلق بباقي الاستهدافات، كنا قد يعني بحسب بيانات المقاومة تم تدمير 7 دبابات الأمس في عدد من عمليات متفرقة، بالإضافة إلى تصدي لطائرة مسيرة وإسقاط طائرة مسيرة أخرى كما شهدنا هذا في الأيام القليلة الماضية. فيما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية تحديدا عند الساعات الفجر الأولى، كان هناك غارات على بلدة قانا شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على هذه البلدة. بالتوازي خلال ساعات المساء كان هناك عدد من الاعتداءات التي طالت على سبيل المثال بلدة تفحتة، والتي أدت هذا الاستهداف لهذه البلدة إلى ارتقاء 13 شهيدا وأكثر من 30 جريحا. توقفت عملية البحث، ومن المتوقع أن ترتفع أعداد الشهداء في هذا الاستهداف. كان خلال ساعات النهار هناك استهداف من نوع آخر لبلدة النبطية، أيضا أدى هذا الاستهداف إلى ارتقاء 5 شهداء وأكثر من 20 جريحا وعدد من الأشلاء. أيضا من المتوقع أن يتم ارتفاع أعداد الشهداء نتيجة هذا الاستهداف. كان سلسلة من الغارات طالت بلدات كفر الرمان، الخرايب، السكسكي، السرفند، حنين والنقورة وصفد البطيخ. استهدافات من نوع آخر، تدمير للبنية التحتية والمقاومات لا سيما في مرجعيون. تم إحراق سهل وأشجار الزيتون في بلدة عيت الشعب. تم تدمير حي تراثي قديم في هذه البلدة. فيما يتعلق بالمسعفين، إصابة كان هناك 3 مسعفين في النبطية أثناء محاولتهم إسعاف عدد من الجرحى جراء استهداف. إذن يوم أمس كان يوم متكامل من ناحية الإجرام، من ناحية العدوان الإسرائيلي على المدنيين، على منشآتهم المدنية، على منشآتهم التراثية، على منشآتهم الاقتصادية، على المدنيين بحد أنفسهم. شكرا جزيلا لك الزميل خالد الخليل، مراسل الميادين في صيدا بجنوب لبنان. أربكت مسيرتان قادمتان من لبنان الأجواء العسكرية في إسرائيل لنحو ساعة قبل أن تعلن إذاعة الجيش الإسرائيلي عما وصفته بانتهاء حادث التسلل. وخرجت إذاعة الجيش الإسرائيلي بنبأ عاجل مساء أمس تنقل فيه عن مصدر عسكري أن عمليات البحث تواصلت إلى أكثر من 40 دقيقة من دون جدوى عن مسيرة تسللت من لبنان.
وواصلت الإذاعة ملاحقة تطورات الحدث، حيث أشارت إلى أن مروحيات قتالية تشارك في البحث عن مسيرة تسللت من لبنان، كما نقلت عن مصدر في الشباك أنه تم تعطيل نظام الملاحة GPS في تل أبيب الكبرى لدواعي أمنية متعلقة بالمسيرات. المقاومة الإسلامية في لبنان أعلنت تنفيذ عشرات العمليات يوم أمس، ثلاث منها استهدفت قواعد عسكرية في تل أبيب، إضافة إلى عمليتين استهدفتا قواعد في حيفا. كما أعلنت المقاومة إسقاط مسيرة هرمز 450 فوق بلدة جبشيت بصاروخ أرض جو وشوهدت وهي تحترق. كما نشرت المقاومة مشاهد من عملية استهداف قاعدة ستيلا ماريس شمال غرب مدينة حيفا المحتلة بصواريخ نصر 2. من مشهد أرادت إسرائيل إظهار تفوقها العسكري من خلاله، إلى مشهد إرادة وعزيمة وشجاعة حاضرة تقف في وجه الآلة العسكرية الإسرائيلية. تحول هو الفيديو الذي بثه الجيش الإسرائيلي للشهيد المشتبك إبراهيم حيدر وهو يتصدى لوحده لقوات الاحتلال في جنوب لبنان. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين، والسلام عليكم. وحيدا في مواجهة قوة إسرائيلية راجلة مدعومة بآليات، وقف الشهيد المشتبك إبراهيم حيدر، ومن بين الأنقاض بقي شامخا ممتشقا سلاحه، هادئا واثقا بطلقات بندقيته وقدرته على التصويت. يخرج في البداية حاملاً RPG وهو سلاح مخصص للآليات أكثر منه للأفراد، يستهدف آلية عسكرية تتقدم نحوه، ثم يعود ليمتشق سلاحه الرشاش. تارة يطلق النيران يميناً وطوراً يطلقها يساراً، يتلقى النيران من الخلف بالقرب من رأسه ومن دون أن يهتز، منع القوة من الوصول إليه وأجبر جنودها على طلب الدعم من الطائرات الحربية. هذا المقاوم وحده أوقف تقدم قوة خاصة كاملة ليحول هذا المشهد من مشهد تفوق عسكري للاحتلال إلى مشهد إرادة صلبة حاضرة تقف في وجه الآلة العسكرية الإسرائيلية، توضح روحية المقاتلين في حزب الله الذين أوقفوا تقدم القوات الإسرائيلية عند خط الدفاع الأول في البلدات الحدودية على الحافة الأمامية وكبدوها خسائر جمة في العديد والعتاد والآليات. علي المرتضى، جنوب لبنان، الميادين. نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مزيداً من التفاصيل بشأن استهداف منزل نتنياهو في قيسارية، وأكدت أن الطائرة المسيرة أصابت نافذة غرفة النوم على نحو مباشر. ونشرت منصات إعلامية إسرائيلية مشاهد لمنزل نتنياهو قالت إنها لما بعد استهدافه. وكشف موقع قناة كان أن إصابة المسيرة جاءت دقيقة بعدما اتجهت مع مسيرتين نحو منزل نتنياهو. ووصفت الوسائل الإعلامية الرقابة العسكرية بالمفلسة والعاجزة. وأشاد المتحدث العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة بمحاولة اغتيال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو،
وأكد أبو عبيدة أن العملية بمثابة رسالة إلى قادة الاحتلال المجرمين، مفادها بأنهم حتى لو استطاعوا الإفلات من وجه العدالة الدولية العوراء فإنهم لن يفلتوا من القصاص العادل لأحرار الأمة ومقاوميها. ومن ضاحية بيروت الجنوبية، أعلن مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف مسؤولية حزب الله عن عملية استهداف منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بطائرة مسيرة في 19 من أكتوبر تشرين الأول الجاري. مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله توجه إلى نتنياهو قائلا: إن لم تصل إليك أيدينا في هذه المرة فإننا بيننا وبينك الأيام والليالي والميدان. تعلن المقاومة الإسلامية عن مسؤوليتها الكاملة والتامة والحصرية عن عملية قيسارية واستهداف منزل مجرم الحرب وزعيم الفاشية الصهيونية نتنياهو. إن عيون مجاهدي المقاومة الإسلامية ترى وآذانهم تسمع، فإن لم تصل إليك أيدينا في المرة السابقة فإن بيننا وبينك الأيام والليالي والميدان. مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف أكد أن ثقة الحزب برئيس مجلس النواب نبيه بري كاملة، وشدد على أنه لن يكون هناك مفاوضات تحت النار. الولايات المتحدة الأمريكية شريك كامل الشراكة في العدوان على لبنان وشعبه، وهي من تمده بالسلاح والذخائر بما فيها الفسفورية والإشعاعية والعنقودية، وهي من يمد في عمر العدوان، وهي المسؤولة الأولى عن المجازر البشعة التي تطال شعبنا، ولن يغير وصول موفدها إلى بيروت من القول أن أمريكا هي أم الإرهاب، وأن الأفكار التي طرحها لم تكن سوى استطلاع أولي بالنار لموقف المقاومة على وقع المجازر والدماء. إن ثقتنا بدولة الرئيس بري تامة وكاملة، ونؤكد على موقفه القاطع: لا مفاوضات تحت النار، وما لا يؤخذ بالنار لا يعطى بالسياسة. وتعليقا على تصريحات وزير الأمن في حكومة الاحتلال يوآف جالانت: لا مفاوضات إلا تحت النار. شدد عفيف على أن المقاومة ستواجه النار بالنار والدم بالدم والحديد بالحديد. جالانت وزير الحرب الصهيوني يقول: لا مفاوضات إلا تحت النار، وهذا مفهوم. هل أجريتم مفاوضات في غزة إلا تحت النار؟ هل كنت تعتقد أننا سنضع أيدينا على رقابنا ونوقع لك وثيقة استسلام؟ هل كنت تعتقد أننا سنرفع الأعلام البيضاء المذلة؟ حاشا. هل بلغ بك الخيال والجموح أن تحلم بمستوطنات صهيونية على أرض الجنوب؟ أو دويلة عميلة على غرار ما مضى من زمن؟ جوابنا لك: الحديد بالحديد والدم بالدم والنار بالنار. ومسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله أكد أن الوقت لن يطول حتى يكون لدى المقاومة أسرى من جنود الاحتلال، وأضاف أن ما ينتزع من الأسرى من تصريحات وأقوال تحت الضغط لا قيمة له على الإطلاق. فيما يتعلق بقضية الأسرى المحتجزين حاليا لدى العدو، أقول: أولا، أعلم أن العدو ليس لديه أي التزام بأخلاقيات الحروب والمواثيق الدولية، ولكنه يتحمل قطعا مسؤولية الحفاظ على حياة الأسرى وصحتهم، ونطالب الصليب الأحمر الدولي بالتأكد من ذلك. ما ينتزع من الأسرى من تصريحات وأقوال تحت الضغط لا قيمة له على الإطلاق،
وهو يخالف القوانين الدولية، ولا ينبغي أن يؤثر في معنويات أهلهم الشرفاء وإخوانهم المجاهدين. ونطالب وسائل الإعلام ولا سيما وسائل التواصل الاجتماعي بعدم الخوض في هذا المجال والحفاظ على خصوصيات عائلاتهم. لن يطول الوقت بإذن الله حتى يكون لدينا أسرى من جنود العدو، وقد كنا في مرحلة ما خلال الأيام الماضية قريبين من ذلك. وعندها وبعد الحرب سيكون هنالك مفاوضات غير مباشرة لاستعادة الأسرى، ذلك أننا قوم لا نترك أسرانا في السجون، على ما قال سماحة الشهيد الأسمى رضوان الله تعالى عليه. على وقع تقدير إسرائيل، امتلاك حزب الله قدرات عالية سواء في الميدان أو على مستوى إطلاق الصواريخ، لا تبدو عودة المستوطنين في الشمال إلى منازلهم قريبة، لا سيما في ظل استطلاع للرأي كشف أن 70% منهم يدرسون عدم العودة إلى منازلهم. التفاصيل مع منال إسماعيل. لا نصر ولا حسم ولا عودة لسكان الشمال، والطريق أمام الجيش الإسرائيلي ومعهم المستوطنون لا تزال طويلة. خلاصة عرضها محللون إسرائيليون في إجمالهم العدوان الإسرائيلي على لبنان، فلا الجيش الإسرائيلي يحقق الأهداف ولا حزب الله يرفع الراية البيضاء وفقا لهم. أعتقد أن الطريق لا يزال طويلا، لم ننتهي ولم ننتصر، ولا أحد بعد رفع الراية البيضاء، بل العكس صحيح. أعتقد أن قوة حزب الله لا تزال قائمة، والتحدي ما زال أمامنا، وسنشهد أياما ولحظات صعبة. قائد المنطقة الشمالية طلب من سكان الشمال أن يستعدوا للعودة إلى منازلهم، ولكن يبدو لي أننا ما زلنا بعيدين عن تحقيق هذا الهدف. الخشية من نجاح حزب الله في جر إسرائيل إلى حرب استنزاف يدخل من خلالها حزب الله يوميا ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ، قابلها حديث خبراء عن امتلاك الحزب قدرة عالية على تحقيق ذلك، فيما معطيات الميدان تثبت ذلك أيضا. إدخال 1,000,000 إسرائيلي على الأقل 3 مرات في اليوم إلى الأماكن المحصنة واستمرار هذا الأمر سنة لهما انتصار من ناحية حزب الله. لقد انتقل حزب الله إلى أسلوب الاستنزاف وهو مدروس جدا. وبينما أدخل حزب الله في دائرة نيرانه مزيدا من المستوطنات والمدن في شمال فلسطين المحتلة، كشف استطلاع للرأي أن 70% من مستوطني الشمال يدرسون عدم العودة إلى منازلهم، فيما يفيد 60% منهم بأن معيشتهم قد تغيرت إلى الأسوأ. نقلت صحيفة يدعوت أحرنوت عن رئيس هيئة الأمن القومي السابق جيورا آيلاند قوله إنه في حال واصلت إسرائيل القتال في غزة لمدة نصف سنة أخرى أو سنة فإن هذا لن يغير الواقع هناك، وسيحدث أمران فقط، سيموت جميع الأسرى وسيقتل المزيد من الجنود. جيورا تحدث عن العبء الهائل على الجنود سواء كانوا في الخدمة النظامية أو الاحتياط، خاصة أولئك الذين يعانون من ظروف عائلية واقتصادية معقدة. إضافة إلى ذلك هناك العبء الاقتصادي في كل يوم من القتال، حيث يكلف نحو 500,000,000 شيكل بحسب تعبيره. فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي حصارا مشددا على مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة بالآليات العسكرية والطائرات المسيرة، وطالب جيش الاحتلال السكان والنازحين في مدارس ومراكز الإيواء إخلاءها والذهاب باتجاه الشارع الرئيسي إلى بيت لاهيا. واستهدف القصف الإسرائيلي مراكز الإيواء في المنطقة، مع العلم أن مشروع بيت لاهيا يكتظ بعشرات الآلاف من النازحين الذين هاربوا من مناطق الفالوجة ومخيم جباليا. كتائب الشهيد عز الدين القسام بثت مشاهد لاستهداف آلية تابعة لجيش الاحتلال. المقاومة دمرت دبابة ميركافا إسرائيلية بعبوة شديدة الانفجار في تل الزعتر شرق معسكر جباليا في قطاع غزة.
أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع أي فرصة لحياة نحو 150 ألف مواطن فلسطيني في شمال قطاع غزة على الرغم من المناشدات الأممية. يرفض الاحتلال الصهيوني على مدار 18 يوما كل الطلبات والمناشدات الأممية الداعية إلى إدخال الوقود للمستشفيات والغذاء والدواء، كما يرفض طلبات إنقاذ العالقين تحت الأنقاض فجثث الشهداء والجرحى في الطرقات، وسيارات الإسعاف تمنع بالنار من الوصول إليهم، حتى أدى ذلك إلى موت مئات المرضى والمصابين. وحمل حمدان الإدارة الأمريكية مسؤولية ما جرى في قطاع غزة من مجازر يومية لأنها تقدم الدعم الكامل للاحتلال الإسرائيلي واعتبرها شريكة أساسية في هذا العدوان. إن منح الإدارة الأمريكية مهلة الشهر للاحتلال للنظر في آليات إدخال المساعدات إلى شمال قطاع غزة بدلا من الضغط لوقف الجرائم والعدوان على الفور يؤكد أنها تقدم له مهلة زمنية من أجل ارتكاب الجريمة بأسوأ صورها دون عواقب، مما يعمق من مسؤوليتها وشراكتها الكاملة في هذا العدوان وحرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا. المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمد بصل أكد للميادين أن مستشفيي كمال عدوان والعودة استقبلا أكثر من 600 شهيد منذ بدء العملية شمال القطاع، فيما عشرات الجثث ما زالت في الشوارع وتحت الركام. ربما أقول أن عدد الشهداء الآن الذين وصلوا إلى مستشفى كمال عدوان وإلى مستشفى العودة تجاوز 600 شهيد، وهناك عشرات بل أقول مئات من الشهداء الذين ما زالوا تحت أنقاض المنازل، ما زالوا في الطرقات، ما زالوا في مناطق مجهولة، ما زالوا في مناطق يصعب على طواقمنا الوصول إليها. هو بالفعل يعني الإمكانيات التي من المفترض أن تكون موجودة لدى طواقم الدفاع المدني الآن تم تدميرها بشكل واضح، 80% من مقدراتنا دمرت، وأيضا هناك تحديات كبيرة تواجه طواقمنا. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزير الخارجية الأمريكي نقل رسالة بأن الولايات المتحدة تتوقع من إسرائيل أن تجعل ردها على إيران أكثر اعتدالا، وشدد بلينكن خلال لقائه نتنياهو على ضرورة السعي لإنهاء العملية البرية في لبنان وضرورة ترجمة الإنجاز العسكري في لبنان إلى إنجاز استراتيجي، أي التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود الشمالية في أسرع وقت ممكن. وردا على تصريحات بلينكن أشارت وسائل إعلام إسرائيلية لأن مصادر إسرائيلية علقت قائلة إن إسرائيل هي التي تدير المعركة وهي التي تملي ما سيحدث ومتى. الحديث الأمريكي عن حراك دبلوماسي لوقف الحرب على غزة ولبنان يحمل علامات استفهام كثيرة، لا سيما أن التوجهات الأمريكية لا تزال تركز على تسليط الضغط على الأطراف كافة باستثناء نتنياهو. الحراك الدبلوماسي في لبنان والمنطقة للإدارة الأمريكية لا يوحي حتى الآن بخطوات جدية لوقف إطلاق النار. فعلى المستوى العسكري يؤكد المتحدث باسم البنتاغون في رد على سؤال للميادين أهمية وقف ما وصفه بالأعمال العدائية عبر الوسائل الدبلوماسية في أقرب وقت ممكن مع استمرار إخفاق الجيش الإسرائيلي في اختراق الحدود اللبنانية. نعتقد أن من المهم التوصل إلى وقف للأعمال العدائية عبر سبل دبلوماسية في أقرب وقت ممكن، الأمر الذي أوضحه وزير الدفاع ومسؤولون آخرون أيضا. فوزير الخارجية بلينكن يزور الشرق الأوسط بغية إنجاز ذلك. ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكننا نعتقد أن أفضل طريقة لخفض التوتر هي عبر الوسائل الدبلوماسية. أما على جبهة غزة فإن الخارجية الأمريكية أقرت في رد على سؤال للميادين بأن إسرائيل لم تفعل ما يلزم لتحسين الوضع الإنساني في القطاع رغم مهلة 30 يوما التي منحتها إدارة بايدن لحكومة نتنياهو بشأن المساعدات الإنسانية، لكن من دون التلويح بتراجع الدعم العسكري الأمريكي
لإسرائيل. لم نخرج بخلاصة بأن الأوضاع قد تحسنت أو أضحت مرضية، بل هي بعيدة عن ذلك. وعقب رسالة وزيري الخارجية والأمن لإسرائيل، لمسنا بعض الخطوات المهمة في المسار الصحيح فيما يتعلق بحال المعابر. دخلت نحو 114 شاحنة نقل يوم 21 من تشرين الأول أكتوبر إلى غزة، ولا يزال أمامنا تحديات تتعلق بضمان وصول المساعدات إلى داخل القطاع. ورغم محاولة ترويج الولايات المتحدة جولة بلينكن في المنطقة لجهة خفض التصعيد هناك وإنهاء العدوان على غزة ولبنان، ما زالت هذه التوجهات تركز على تسليط الضغط على الأطراف كافة باستثناء نتنياهو وحكومته لقبول شروط أمريكية تتسق مع الرغبات الإسرائيلية في الشرق الأوسط. ما يزال الموقف الرسمي الأمريكي يراوح مكانه بتكرار ما صدر سابقا من نيات باتجاه حل دبلوماسي في ظل استمرار آلة العدوان الإسرائيلي في المنطقة والتهديد بالتصعيد ضد إيران. محمد كريم، واشنطن، الميادين. نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي شرق منطقة يافا المحتلة. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن الصاروخ البالستي فرط الصوتي فلسطين 2 نجح في الوصول إلى هدفه متجاوزا المنظومات الاعتراضية الأمريكية والإسرائيلية. انتصارا لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني وإسنادا للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة عسكرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي شرق منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي فلسطين 2، وقد نجح الصاروخ في الوصول إلى هدفه متجاوزا المنظومات الاعتراضية الأمريكية والإسرائيلية. وتأتي هذه العملية ضمن المرحلة الخامسة من مراحل التصعيد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لطوفان الأقصى. تؤكد القوات المسلحة اليمنية استمرارها في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، وكذلك وقف العدوان على لبنان. أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم استهداف إيلات مرتين، بالإضافة إلى هدف حيوي في الجولان السوري المحتل بالطائرات المسيرة. وكانت المقاومة قد استهدفت في عمليتين منفصلتين هدفا حيويا في غور الأردن المحتل بواسطة الطائرة المسيرة أيضا، وبثت مشاهد لهذه العمليات. ونتابع الآن وإياكم مقطع آخر بثته المقاومة الإسلامية في العراق لاستهداف هدف حيوي في الجولان السوري المحتل بواسطة الطائرات المسيرة. إذن سنتابع هذا الفيديو فور جهوزه. أفادت مصادر ميدانية للميادين بأن القاعدة الأمريكية في حقل غاز كونيكو في دير الزور شرق سوريا تعرضت لرشقة صاروخية من 6 صواريخ أدت إلى وقوع انفجارات متتالية في القاعدة وإطلاق صفارات الإنذار. مصادر الميادين أكدت أن 4 صواريخ وصلت إلى أهدافها داخل القاعدة، ما أدى إلى وقوع انفجارات عنيفة. وأضافت المصادر أن الصواريخ استهدفت على نحو الرئيسي قاعدة الرادار، مشيرا إلى أن القوات المتمركزة في القاعدة استهدفت بالقصف المدفعي القرى 7 شرقي نهر الفرات التابعة لسلطة الدولة السورية. أكثر من 970 حاجزا ينصبها الاحتلال في الضفة الغربية في ظل تجديد حصاره عليها ومواصلته لعمليات الاقتحام والاعتقالات بحق الفلسطينيين، التي تزايدت بحجة التخوف من المقاومة تزامنا مع الأعياد اليهودية.
نسرين سلمي والتفاصيل. حصار مشدد تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية منذ أسابيع بذريعة الأعياد اليهودية. مئات الحواجز حولت الضفة ومدنها إلى كانتونات، وفصل الريف عن المدن بالبوابات التي يفتحها الاحتلال ويغلقها بناء على قرارات عسكرية. وبحسب الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، فإن الاحتلال نصب أكثر من 970 حاجزاً و150 بوابة، إضافة إلى مئات السواتر الترابية التي منعت المواطنين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية. هي أكثر وسيلة إذلال للشعب الفلسطيني ونزع إنسانية الإنسان الفلسطيني التي تتم بشكل يومي وممنهج في الضفة الغربية. القضية الثانية هي الاستيلاء على الأراضي. هذه الحواجز عمليا هي تخضع الفلسطيني لنظام جديد للسيطرة على الأراضي الفلسطينية، لا يستطيع الدخول إلى أرضه، لا يستطيع التحرك على شوارع معينة. الحواجز العسكرية تحولت إلى كمائن للاحتلال لاعتقال عشرات الفلسطينيين والتنكيل بهم في محاولة أخرى لخنقهم في قراهم ومدنهم، فيما تواصلت اقتحامات المدن والقرى بهدف اعتقال الشبان والنشطاء، حيث اعتقلت قوات الاحتلال 18 فلسطينيا من نابلس وجنين شمالا وبيت لحم والخليل جنوبا، بينما شنت حملة مداهمات واسعة في قرية دير أبو مشعل غرب رام الله استمرت لساعات تخللتها عمليات تحقيق ميداني. يقوم الاحتلال بمحاولة فرض وقائع على الأرض احتلالية يعتقد أنه يمكن أن يهجر شعبنا الفلسطيني سواء من قطاع غزة أو من الضفة الفلسطينية والقدس، أو يكسر إرادة شعبنا اللبناني صديقنا وحليفنا في لبنان حول مسألة ما يمكن أن يشكل علامة فارقة في القبول بإملاءات الاحتلال. ولكن كل هذه التضحيات الجسام وكل ما يقوم به الاحتلال لن يزيد شعبنا الفلسطيني إلا إصراراً وعزماً على التمسك بالحقوق والثوابت والمقاومة. وفيما حرم الفلسطينيون في الخليل جنوب الضفة الوصول إلى الحرم الإبراهيمي بعدما أغلقه جنود الاحتلال ومنع الأذان فيه، سمح فقط للمستوطنين بالصلاة بذريعة عيد العرش اليهودي. تقطيع أوصال الضفة الغربية بالحواجز العسكرية خطوة أخرى في مشروع إسرائيل لفرض السيطرة عليها بعد اعتقال أو اغتيال النشطاء والمقاومين. نسرين سلمي من أمام حاجز بيت إيل على المدخل الشمالي لمدينة البيرة الميادين. نتابع الآن مشاهدينا هذا المقطع الذي بثته المقاومة العراقية لاستهدافها هدف حيوي في الجولان السوري المحتل بواسطة الطيران المسير. قامت حركة حماس في مكتبها بالعاصمة الإيرانية طهران مراسم تأبين وتبريك باستشهاد رئيس مكتبها السياسي القائد يحيى السنوار بحضور شخصيات رسمية وعسكرية ودينية بارزة، وكان من أوائل المعزين الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان. نتابع التفاصيل مع بسان طراف. بطل ملحمة أكتوبر وسيد طوفان الأقصى رسم بكفه المشهد الأخير من حياته. يحيى السنوار صدق، فصدقه الله وأنصفه. إيران التي احتضنته مجاهدا ومقاوما في حياته ككل القادة العظام الذين سبقوه على طريق الشهادة تكرمه اليوم بحزن وفخر شعبيين ورسميين بأسم آيات التكريم. وبحضور رأس الهرم السياسي فيها متمثلا بالرئيس مسعود بازشكيان بما يبعث برسائل دعم وتأييد مستمرين. ما يحدث اليوم في العالم يؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب وإسرائيل يسعون إلى الاستكبار والسلطوية، لكن الأحرار لن يخضعوا لهذه الإملاءات. رمزية دكتور بازشكيان حفظه الله كرئيس الجمهورية الإسلامية، وهذا الجمهورية الإسلامية دائما حاضرة مع غم وفرح المقاومة الإسلامية، وإن شاء الله ننتصر سويا وننهي هذه الغدة السرطانية سويا. شهيد يحيى السنوار، استشهاد القائد يحيى السنوار ترك أثرا عظيما في كل العالم،
حوله إلى أسطورة للمقاومة وإلى قدوة للأحرار الذين يريدون مقاومة قوى الاستكبار. في هذه المرحلة التي تخوض فيها المقاومة أشرف معاركها وأشرسها، تبرز طهران مجددا الحاضن الأوفى للقضية الفلسطينية ولجبهات إسنادها ولقادتها الحاضرين منهم والشهداء. يحيى سنوار بات أسطورة تجاوزت رمزيتها الدائرة الفلسطينية والعربية والإسلامية، بات التاريخ والوثيقة الصادقة لدى أجيال الأمة، واسما سيبقى كابوسا يقض مضاجع الكيان الصهيوني وملهما في إذكاء روحي الصبر والصمود والرباط والمقاومة بسان طرف تهران الميادين. ذكر نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني محمود نبويان حكومة الاحتلال ذكرها والولايات المتحدة الأمريكية خلال مقابلة مع مراسلة الميادين بأن التعرض للمنشآت النووية الإيرانية يمنح بلاده حق الانسحاب من اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية. حول تغيير سياستنا النووية لابد من الإشارة إلى أنه إذا فكر العدو في قصف منشآتنا النووية فأن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تمنح الأعضاء الحق في الخروج منها في حال تعرضت لضرر. ما أقصده من تغيير السياسة النووية هو الخروج من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. الولايات المتحدة وباقي الدول سيفهمون ماذا يعني الخروج من هذه المعاهدة. في ظل تقارير سابقة من الإعلام الإسرائيلي تحدثت عن نقص في الدبابات لدى جيش الاحتلال، تأتي تقارير جديدة لتتحدث عن استعانته للمرة الأولى بشركات خاصة للصيانة، فكيف حققت المقاومة ذلك؟ كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي في تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرنوت في 15 من تموز يوليو عن أنه يعاني نقصا في الدبابات كنتيجة للمعارك التي تدور في غزة. بحسب التقديرات الموجودة يشغل جيش الاحتلال نحو 500 دبابة ميركافا من الأجيال الأحدث أي الثالث والرابع، فيما يملك عدة مئات منها في التخزين، فيما خرجت الأجيال الأقدم من الخدمة. تشير التقارير الأخيرة التي تحدثت عن استعانة الجيش الإسرائيلي للمرة الأولى بشركات خاصة لإصلاح الضرر في الآليات والدبابات التي أصاب أعدادا كبيرة منها. بحسب التقارير فإن بعض أعمال الإصلاح قد تستمر سنوات، وهذا ما يشير إلى أن العديد من الأضرار أصابت المكونات الحساسة في هذه الآليات. تعتمد كل من المقاومة في غزة ولبنان تكتيكات متنوعة للتعامل مع هذه الآليات وأعطابها أو تدميرها. في غزة تعتمد المقاومة بشكل أساسي على العبوات الناسفة من نوع شواظ الخارقة للدروع، كما على القذائف الإسرائيلية غير المنفجرة التي تمكنت من تحويل دبابة إلى خردة في الأيام الأخيرة وقتل اثنين من طاقمها. في لبنان الوضع مختلف، إذ إن المساحات المفتوحة القصيرة التي يتقدم فيها جيش الاحتلال عبر طرق مستحدثة والتمهيد الناري الذي يقوم به تعطي أفضلية للأسلحة الموجهة المضادة للدروع على حساب العبوات الناسفة. تتنوع هذه الصواريخ من منظومات ثار الله والكورنات الحديثة ذات التوجيه الليزري إلى الكونكورس والطوفان ذات التوجيه السلكي وصولا إلى الألماس بخاصية الهجوم العلوي الأحدث لدى المقاومة. حتى الآن لا تزال القوات الإسرائيلية تراوح مكانها في القرى الحدودية، وفي حال قررت الدخول أكثر فمن المتوقع مشاهدة دخول أسلحة أخرى كالعبوات الناسفة والأسلحة المضادة للدروع المحمولة على الكتف كالأربجي. اللافت هو أن العديد من الدبابات المهاجمة هي من الجيل الثالث أو الرابع غير المزودة بنظام التروفي الدفاعي، ما يطرح أسئلة حول عدد الدبابات المتبقي لدى الاحتلال وحتى عن قدرته على القيام بتوسيع للهجوم في لبنان كما يدعي. النشرة انتهت. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الميادين دوت نت باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. في أمان الله.